الزخرفة هي نوع من أنواع الفن، تبحث بين فن التجريد والنسبة والتناسب والألوان. أستاذ أحمد، الزخرفة هي مرتبطة هي في الخط العربي، يعني أكثر أغلب الخطوط العربية اللي نفذت منذ زمن إلى وقتنا الحالي لابد أن يكون فيها نوع من الزخرفة، وخاصة من باب تحريم التصوير ذوات الأرواح وغير ذلك. فأصبح الفنان المسلم عنده اطلاع وعنده حب أنه يقدم شيء متميز عن الفنون في العالم، فاتطرق الفنان المسلم للزخرفة من خلال الخطوط العربية الموجودة وخاصة في المساجد. أستاذ أحمد، هل برأيك عندما يتم مزج الخط العربي مع الزخرفة هو الهدف منه التكامل الفني أو لا؟ أكيد بالنسبة للخطوط العربية مثل ما تكلمت سابقا، تختلف كل نوع من الخطوط العربية، كان نسخ الرقعة، الديواني، الثلث، هذه مأخوذة من في بعض الزخارف كانت النباتية وغير ذلك. فتكاملها عندما يكون الآية القرآنية، عندما تخط في آية قرآنية أو كلمة أو مقولة أو بيت شعر، يكون يجمل هذا الخط هذا في الزخرفة. مثل تلاحظين أن في بعض أول في القرآن الكريم في بعض الصور وتشوفينها يعني حتى بالغلاف لابد أن يدخل فيها من ضمنها الزخرفة النباتية. طيب ما شاء الله عليك أستاذ أحمد، عندك موهبة بالخط، هل يعني